عمري يا جواد الحاضر يا يصلي على ابو فاطمة وبسم الله نفتح الكلام سبحان لي ما يساونا عينا القدرة مولا حكام سبحان من عظم الشام وفيك يا راسي فيك فيك راك بقيتي في الطريق ما عملتي زاد ولا رفيق غير فعالك وأعماله وما دريك تفعال ولا أعمال من نشكي حملي تفعال اللي ما يقرأ ولا يسال ضيع في الدنيا حالو وضيعت أنا وقت الصلاة ومشالي عمري خلال كيف اللي تاهو جلا ولا من نلقاه يسالو تعالى يا راسي خلاص فين اللي كبروا الراس فين اللي غرسوا براس يفرح من زين فعال وهاد الدنيا قوم أبوه وين جداد وين العلماء وين السادات الله حرام وين قارون ومالو وهاد الدنيا يا سيدي تفوت ما يبقاش اللي ما يموت وين رفاقة وين الأخوات مشى على باب خيالو يا داز الصوت نصحب انا راني في الزهور ضيعت ايامي في الهو ومشالي عمري بحالو وما بقى وقدر ما ندير مكتوب ذنوبي كتير رجعك راسي كدير عمرك قرب اجيالو وما يرجعك في يوم الهول يوم الحساب مع العقاب بيدك تشد الكتاب وكل يقرا اعماله سيدي ربي مول غطاب اسمح لعبدك فيما اخطر قطينا انت مول غطاب غطي عيبي وزليلو وهادي معنى الهلي عقول وحكمة وسر مع القبول اسمع لي قوت من الاحلام ننظم الجوهر وقالو عبرت انا يا عبير ماشي الصبح الحرير قولو الحارتين الشعير واش القمح بحالو مرحبا بالحضور الجميل وبكل من كيتابعنا عبر القناة الثانية في هذا العدد الخاص من برنامج نغنيوها مغربية. افتتحنا الحلقة مع وصلة شعبية فعلى تركة مع الفنان عبد العزيز الساتي اللي مازال راجع معنا في هذه الحلقة.
في هذا العدد الخاص غادي نغنيوها مع أصوات مغربية، لكن غادي نفتحوا على ألوان عربية متنوعة إرضاء لجميع الأذواق. واللحظة غادي نواصلوا مع صوت تميز عربيا وتألق عربيا، الفنانة شيماء عبد العزيز وأغنية هذا حالي البحر الأطلسية نعيمة سميح.
بدنا ونروح معاك. كل محبة بنروح وروحي أنا وروحي أنا كتهوى عدروح وحاكم وغير وما عندي والي ما عندي والي يرشدني أو يعاتبني وهدا حالي. هذا حالي للبحة الأطلسية نعيمة سميح، هي من كلمات الأستاذ فتح الله المغاري وألحان العبقري عبد القادر الرشدي. عودنا استرجعناها اليوم صوت الجميلة شيماء عبد العزيز. مرحبا بك، نورتي البلاتو. مرحبا. انت عندك ارتباط خاص وقوي بالفنانة بالأيقونة نعيمة سميح. اكيد اكيد، وشكون ما عندوش ارتباط. اولا شكرا لك وشكرا على هذا البرنامج الزوين، وشكرا للفرقة الموسيقية، شكرا بزاف، عدبتهم معايا اليوم. انا جد سعيدة بتواجدي معكم المرة الثانية، فرحانة بزاف صراحة. وحنا اسعد. وكان صعيب علي هذه الاغنية بزاف، اول مرة كان اديها مع الموسيقى. يعني درت فيها واحد المجهود كبير. أغنية ما سهلاش بصح. أكيد يعني أكيد، وكان أعتذر من الموسيقيين. شكرا بزاف، شكرا لكم. هذه غير فرصة نوجه فيها تحية كبيرة الأيقونة الغناء المغربي اللي بصمات ريبرتوار بأغاني خالدة، لالا نعيمة سميح. تحية لها. تحية لها كبيرة، الله يشافيها ويحفظها. أمين. مرسي. بعد أيام غادي نحتفلوا باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف. شنو علاقة شيماء بالكتاب؟ تا علاقة. والو كاع. لا انا ما عنديش مع القرايه نهائيا. لا لا ضروري اكيد، يعني شوفي شي بركه. انا كيعجبني نقرا الكتبه، ولكن الكتبه ديال الرومانسيه شي حاجه بحال هكا، واخا ما تتبانش عليا ياك. شي حاجه خفيفه ظريفه اللي تطلع المورال كي تقولوا. صح صح، هذا اللي كاين ياك. المتنبي كان قال خير جليس في الزمان كتابه. هذا الشيء كان صالح البارح، غادي نعرف واش معاك، واش مازال صالح اليوم ولا لا، ولا التليفون هو اللي هو خير جليس، ولا التلفازه بصح نيت. وقبل ذلك غادي نمشيو نستقبلوا فنان اخر وصوت اخر تالق عربيا وتميز في برنامج ذا فويس، الفنان عصام سرحان. غادي يأدي لنا أغنية بين البارح واليوم. والعشق ما يجيش بالمال والحب والزين والزين والقادمين. بين البرح واليوم ليلة يا محلايا فيها الفرح مكمول عمري ما ننسى. الفرح واليوم ليلة يا محلاها فيها الفرح مطلون عمري ما ننسى. بين الفرح واليوم
البارح واليوم لينا يا محلاها البارح واليوم لينا يا محلاها في هالفرح مبروك عمري ما ننساها بين البارح واليوم لينا يا محلاها في هالفرح مبروك عمري ما ننساها واليوم من الأغاني الشقورية اللي رددها أكثر من صوت استمتعنا بها بالصوت الطروب هذه الليلة. عصام سرحان مساء النور ومرحبا بك. الله يبارك فيك. طبعا سعيد جدا أنني كنعاود نشوفك. مرحبا. على القناة الثانية اللي دائما احنا من المحبين ديالنا وكنتابعوها دائما. وسعيد أنني كنشوف هذا الجمهور الجميل والتفاعل الرائع. شكرا لكم. أكيد الجمهور كيتفاعل مع الحاجة الزوينة. عصام أنت صوت من زمن آخر، صوت بحالك وبحال صوت شيماء، واش سهل عليه يلقى بلاصتو في الساحة الفنية اليوم بالمعايير اللي كاينة دابا؟ شيماء طبعا كنحييك. كبر بك لالا يخطيك. الله يحفظك. هو بالنسبة للسؤال ديالك هو سؤال مهم جدا، وبزاف الناس كيتسألوا على هذا السؤال هذا، وأنه كاين أصوات كتكون عندها إمكانية صوتية كبيرة ولكن ما كيعرفوش كيفاش يختاروا طريقهم. هي مسألة سهلة وصعبة في نفس الوقت، كتطلب طبعا واحد الفكر، واحد الفنان يكون عنده واحد البروجي ديالو ويقدر انه يوفق ما بين اللون الشبابي واللون الترابي، يحاول يستغل صوته في الجيلين بجوج. وكنظن العملية خاصة شوية ديال التفكير. هذا علاش كتاخذ وقتك باش تطرح اعمالك الخاصة؟ ما بغيتيش دير شي فوبا بصراحة، ما بغيتش ندير اي حاجة، لانه الجمهور وهاد المحبين هادو كيستاهلوا شي حاجة زوينة اللي تكون كتنال الاسماء ديالهم. حتى انت شيماء عندك نفس الفكره؟ ميرسي. اكيد. شوفي، اولا اللي كان حابسني على باش ما نخرج قطعه هو انه الموت الوالد ديالي الله يرحمه، لانه يلاه 8 شهور دابا ولا 7 شهور باش مات الله يرحمه. وتا هاد القضيه ديال انه الحمد لله بدون تكبر بدون يعني مجامله ليا ولا لهذا السيد، اصواتنا ماشي ديال تختاري اي اغنيه تغنيها. بصح لا، خصوصا يعني انا الجمهور يعني شافكم شي حاجه طربيه اصيله، وما ما كيسمعوا ليناش غير الشباب، كيسمعوا لينا حتى الناس الكبار وكذا. اذا اللي تلاقى معايا وكنظن كيرافقني في هذه الفكره، اللي تلاقى معنا في الناس الكبار كيقول لنا عفاكم ديروا لينا شي حاجه اللي تكون في المستوى، شي حاجه اللي زوينه. هادشي علاش باقيين معطلين؟ ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. يعني كتحط نكمل على الكلام، كتحط في واحد الوضعيه اللي صعيبه شي شويه.
مسؤولية ديال الناس اليوم ربما اعتبروهم النخبة وفي نفس الوقت الشباب اللي احنا كنساميو لهم. فهذا هو المسؤولية اللي هي كبيرة يعني جدا. خاصكم توازنوا ما بين هذا وتحاولوا ترضيو الجميع. وهذه مسألة صعيبة. احنا كنتمنوا لكم كل التوفيق وكيف ما كان اختياركم غادي نشجعوه ونمشيو معاه. غادي ننتقلوا لواحد اللون اللي كيرضي الجميع ومتفق عليه الكل، اللون الشعبي من طبيعة الحال. ونستقبلوا الفنان جواد الشعبية.
التعاون الشعبي المغربي عليه الإجماع وكيضيف وكيضفي للسهرات والحفلات لمسة خاصة. مرحبا بك جواد، نتفق معايا في هادشي اللي كنقول؟ نتفق معاك. أهلا وسهلا بالجمهور الكريم اللي حاضر معنا في البلاطو واللي كيشاهدنا عبر التلفاز، لأن بلا جمهور ما كاينش الفنان. هادي كاينة بصح نيت، هذه فرصة لأنك جواد أنت عايش خارج المغرب، نحيو فيها المشاهدين المغاربة اللي كيشاهدونا عبر العالم ونقولهم شكرا على وفائكم البرنامج الغنية المغربية. جواد أنت كتغني التراثي، كتغني العيطة وكتغني حتى العصري، فين كتلقى راسك أكثر؟ تنلقى راسي في العيطة، لأن أنا ولد العيطة وكنمتاز بالأغاني ديال العيطة. ياك نعم أسيدي الله يعطيك الصحة، نورتي البلاطو وحمستيه، مازال راك راجع معنا في حلقة الليلة، خليك معنا. أما اللحظة مشاهدينا فكنقترح عليكم نستقبلوا الفنانة مريم الشجري اللي غادي تأدي لنا أغنية الوردة الجزائرية طب وأنا مالي. طب وانا مالي للفنانة وردة الجزائرية، هي من كلمات محمد حمزة وألحان العبقري بليغ حمدي. استرجعنا هذه الليلة بصوت الجميلة مريم شجري.
مساء النور ومرحبا بك معنا مريم. مرحبا ياسمين وتحياتي لك. مرحبا بك. تحياتي من القلب لك والقناة الثانية. شكرا جزيلا للاستضافة ودائما كتكبر بنا. شكرا بزاف قناة الثانية. مرحبا وألف مرحبا وحنا سعداء باستقبالك. بغيت نذكر فقط بأن هذه أغنية من الأغاني اللي تغنات فيلم صوت الحب لسنة 1973. مريم أنت كتغني ألوان مختلفة من فاتحة الألوان مختلفة، ولكن فين كتلقاي راسك أكثر؟ دائما كنلقى راسي في الطرب، هو اول شيء يعني بالنسبه لي، ومن وراء الطرب يعني ممكن نغني اي حاجه اخرى. فين حدود هذا الانفتاح يعني؟ الشعبي مثلا؟ الشعبي. وانت شيماء انت كتغني الشعبي، غنيتي شي بركه؟ شويه غنيتي شي كذلك؟ حتى كذلك بحالاش، عطينا شي حويجه دابا اش بان لكم؟ راه ماشي بروفيسيونيل. ماشي مشكل، المهم مغربيه كتغني المغربي، هادشي اللي كاين. المهم نضحكوا شويه. يلا سير على بركه الله. هيلي هيلي مال حبيبي مالو عليا ما بدي ما ندير حبيبي بارك الله. الله يعطيكم الصحة، مازال تجيبها الوقت إن شاء الله ونلقاوكم ونديروا لكم بجوج شي ديو شعبي شاخد فاعل تارك إن شاء الله. أما دابا فغادي نبقاو دائما مع الترابي وأغنية أخرى للفنانة وردة الجزائرية، غادي نستمتعوا بها في ديو كيجمع شيماء عبد العزيز ومريم شجري. لو قلت نسيتك همزة أكدب
أكذب عليك الوردة الجزائرية بصوتين رائعين، صوت شيماء عبد العزيز ومريم شجري، نحييهم ونشكرهم على حضورهم معنا. الأغنية هي من ألحان محمد الموجي وكلمات مرسي جميل عزيز، وهذه فرصة نحييو الفرقة الموسيقية إلى سمحتوا والمايسترو أحمد الشرقاني. غادي نرجعوا للون الشعبي هذه المرة مع الفنان حميد المرضي. هزيت عيني لقلبي يا وهزيت عيني وفرح قلبي، وبقيت الروح تمشي وتجي يا ناس ما حالك يا ليام، ولا الشرفة ولا دوامي
حميد المردي الصوت المتميز في اللون الشعبي حاضر معنا هذه الليله وخلق جو رائع في بلاطون غنيوه مغربيه. مرحبا بك حميد. ربي يخليك. الله يخطيك. الله يطول لي عمرك. شكرا للقناه الثانيه دوزام على الاستضافه، وتحيه كبيره لاحلى فرقه موسيقيه واحلى جمهور. شكرا شكرا شكرا. مرحبا والف مرحبا حميد. يعني احنا عارفين انه يعني بعد الفنانه وبعد الاغاني كتكون النتيجه ديال جلسات كتكون ما بين المغني والملحن والكاتب ديال الكلمات. انت غالبا كيفاش كتخدم اغانيك؟ واش بهذه الطريقه ولا كيقترحوا عليك مثلا كتاب كلمات وتتاخذ؟ هو تماما يعني طريقه اللي تعودت عليها انا صراحه، انه ترعرعت وكبرت معايا في الوسط الفني، اللي هي الكتابه واللحن زائد التمرين. يعني لما كانش الكاتب
ولا ما كانش الملحن ولا ما كانش تمرين ما غاديش يكون الفنان. ومن هذا المنبر تنوجه تحية لجميع الكتاب وجميع الملحنين اللي هاد المسألة هذه اللي ما خصهاش تنضطر. بصح نيت لهما نقدروا نقولوا جلود خفاء الاغاني تماما، لان يعني غالبا الفنانين والاغاني تماما الاغاني والمغنيين والفنانين، لانه غالبا ملي كينجح العمل كيبان المغني يكون عمل جماعي تماما. ولكن تماماً يعني المغني في حد ذاته ما كافيش باش غادي يكتب ولا غادي يلحن ولا غادي يدير كل شيء. دونك كاينين الناس اللي اهل لهذا الامورات وهذه المسائل هذو، نوجه لهم تحيه. اكيد انه التخصص حاجه مهمه، حتى حنا كنحييو الكتاب والملحنين، وحنا واخدين على عاتقنا في الغنوه المغربيه اننا على الاقل نحفظوا الحقوق المعنويه للكتاب والملحنين، لان بلا بهم طبيعه الحال ما تكونش اغاني مشهوره وما يكونش فنانين ناجحين. شكرا لك حميد على حضورك معنا، انت مازال معنا ومازال غنستمتعوا باغاني اخرى، واللحظه غادي نواصلوا في اللون الشعبي ونستقبلوا الفنان عبد العزيز تاتي. على لابينا صليت واصله عليا ديالي سلام تشهد به بسم الله بدي على لابينا صليت واصله عليا ديالي سلام تشهد به بسم الله بسم الله يا رب اصبر الله ورجعنا نتسناه والعلي سبحانه يا الغادي الارواح يا ودي اصبر نوصيك بعدا ولا نحكي سلم في العلوان يا تكلم ولا تقول جيت ندم يا وليدي عقايبك يترهب على سيدي حسن دوزا والحوش يبان وهي الباب العيان يا ودي اخدم وسروبان على سيدي اسماعيل يا مول الحوض الزين صاحب المساكين يا ودي القباط ويبزين داك حج المسكين على سيدي الشافي والتظر بكتافيه يا ودي مول بحر الصافي والفحل مولا صمصام يا كبير الخدام اللي زارك ما يظلم يا ودي القراط ما علوهام اشكون اللي خدامه العونات اللي قدامه ابديك المحبه يا ودي بالعامي عمرو القبق قبة جدي طلعت بحلا قاعد جمعت والبهلا بيضاواه يا ودي بدلو بالخواق والمجروح يتذاوق داك عز الخواق اخرجي يا الحريزيه يا ودي لبسي المبر انا جدك المخنطر شريفي مولي يا عمر انا لحقتي لبابا حميد توضى وتأدب قول جامع القبوب وزورهم بالنياب كان حاجة مقضيق مالي يا ربي مالي مالي من دون الناس واحد في من البهاني وانا بعيد عساس يا ودي يا ودي يا ودي هرطا ونزلاني لاقي هو يا مالي 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 هذا في مكتاب لي يا محمد يا مالي مالي ربي تحطي في عدياني بويا يا مالي مالي هطول الزبالي لدي مويا يا مالي مالي هرطا نشوفو بعيني يا بويا يا مالي مالي هطول الزبالي لدي مويا يا مالي مالي هدا في مكتاب لي يا منعم براني ما نعرف حد شاي لا وليد لا ابني يا من قعد وسالي يا ربي يا سيدي عيط على سالي يا مولاي طهرات يا مالي يا بركة النبي وصحابه بها شاق البلدان يا ربي يا سيدي عيط
طلع السيال ياين مولا يطهر ومولا يطهر كام المولى وتي أطير لي يا تاويل يا ربي يا تيري أي طلع السيار يا مولا يا طهر ولا تطال يا تجاوب الجمهور خير دليل على نجاح الفنان وتواصله الدائم معه. وسي عبد العزيز تاتي كيبصم على حضور متميز في بلاطون غنوة مغربية، مرحبا بك معنا. شكرا بارك الله فيك، وشكرا للدوزام، وشكرا لهذا الجمهور اللي حاضر معنا، وشكرا للطاقم من الصغير حتى الكبير، شكرا لك انت يا الله يحفظك دي. بارك الله فيك سي عبد العزيز. كنا كنتكلموا يعني على الطريقه ديال الاشتغال، كل فنان وعنده الطريقه ديالو في الخدمه. وبما اننا على ايام من اليوم العالمي للكتاب والحقوق المؤلفه، انا بغيت نرجع معك غير لكيفاش كنتو كتخدموا في زمان الكاسيت وكيفاش كتخدموا اليوم انت مثلا سي عبد العزيز في وقت الكاسيت. اي حاجه عندها بدايه وعندها نهايه، لان ذاك التاريخ اللي بدينا فيه ماشي هو هذا، وما كاينش شي حاجه جات بالسهل. لينا حفظنا تمرنا كما قال الاخ حميد، لينا التمرين كيلعب دور مهم، وسيرته لواحد الانسان اللي كتكون عزيزه عليه المهنه ديالو ضروري غيتعرف عليها طبعا بجميع المجالات، عارف ماشي في المجال ديالنا حنا. وتعلمنا حنايا على واحد التاريخ اللي هو يعني كان حتى الكتاب قلال، كان يعني كيفاش تعلمنا باش تقلب على الاغنيه ولا على هذا، كان صعيب شي شويه. كنا كناخذوا التراث، حنا كنا كنغنيو التراث. فاش بدينا بالتراث، بدينا بالعيطه المرصاويه، من بعد العيطه المرصاويه ولينا كنقلبوا على ريوسنا شكون حنا.
باش نشقوا واحد الطريق اللي هي اللي هي الاغاني ديالكم تماما. وبديتي كتصدر يعني اعمالك وغالبا ما كانت يعني في كاسيت ياك؟ نعم نعم جات سنه 1981 اللي هما باقي كنعقل عليها. سجلت شريط في 81 تبارك الله وكان عنده اقبال. وجات 1984 باقي كنتذكر غنيتي يا الميمه الصابره ديما. ولا الجمهور كيسول شكون هذا الشاب باقي السميه ما كايناش. وكان الواحد تيشري الكاسيطه باش يتصنت الاغاني. اما دابا تماما لان فاش كان الكاسيط هذيك الساعه كان باقي كلشي مزيان باقي حتى نتجروا فيه كانت التجاره مزيانه. فاش جا البيراطاج ما بقاش دابا ولا وسائل التواصل كاين اليوتيوب كاين الفيسبوك الانستغرام سناب وداكشي كاين عندك شي قناه. وانت انت توجهتي لهادشي يعني سيرتي العصر نقدر نقولوا. لان انا فنان خصني نتاقلم مع جميع الشباب خصني نمشي معاهم حتى هما نبقى مع الشياب. اي واحد اللي جا على شي حاجه كيلقى عندي خاص تكون حاضر وموجود. انت حميد حاضر في مواقع التواصل ولا والو؟ تماما. انا سي عبد العزيز راه اسطوره تبارك الله وصلى عن بيه الاب الروحي ديالنا في الشعبيه الصفيقه ديال السي عبد العزيز كنحترموه. شو هذه غير بعد شهاده السي عبد العزيز فاش كيكون فوق الخشبه السي حميد ماشي فرحان وناشط وكيصفق وتيقول لي يا وليدي الله الله محمد يا وليدي اوي غنينا محمد بقى انا ابتدائي الثاني تمام الوسط ولا ما تشرفوش قدامك انا باقي بغينا نوصلوا هو ان السي عبد العزيز الساتي غنى لينا حنا وغنى لوليداتنا وغنى لبواتنا بالفعل وغنى لوليداتنا وهذه بادرة طيبة والله يعطي الصحة. أظن تجدودهم أظن غنيت ليهم لأن كانوا يلا من بعد الجيل ديال السي عبد العزيز والجيل ديال السي حميد غادي نمشيو للخلف الشعبي مع فنان شاب هو صوت قادم بقوة مازال غادي تسمعوا عليه. استقبلوا معايا ياسر عماد. نهار ندور نخمم يا وبالليل يحرم نعاسي نعاسي نهار يا ندور نخمم من عاسي نعاسي ربي وحده هو يعلم علم حيل وين شاف راسي محني الزين الحمر محني الزين يا ولي الزين محني الزين مولاة العينين الحب وبغينا نشوفه ويا الجلالي يا سيدي شلوا لك
رخام ويا الشقة ويا أبو عبيد يا وداوي حالي ورانا ياسر عماد وميدلي الشعبي وتفاعل جميل مع الحضور اللي معنا ومع الجمهور. مرحبا بك ياسر. شكرا للابتسام. الله يعطيكم الصحة. الله يعطيكم الصحة. أحلى جمهور. ياسر أنت بديتي بتراث الأندلسي ومن بعد توجهتي للون الشقوري، علاش هذا الاختيار؟ هو ما متقاربين، هو تراث مغربي. التراث الأندلسي خديت منه الصنعة كي كيقولوا. درت شويه دراي تولعت به حتى هو ورجعت للشقوري لان كاينين. انت درتي اعمال خاصه بك واللي يعني لقات تجاوب جميل مع المتابعين، تكلمنا عليها شي شويه. عملت شويه دراي اللي في 2006 اول البوم ديالي خرج في الراي، من بعد هاجرت ديال اسبانيا. جات هذه الموجه ديال التكنولوجيا، يعني ما بقاش الانتاج ديال سوق الانتاج والكاسيت والسادي كي كان. درت واحد الوقفه على ما فكرت، خديت الوقفه ديالي، خرجت هذه واحد 3 شهور واحد العمل جديد ديال الموجه الشبابيه، ولكن ديما كندافع على التراث الشقوري لان كاينين شباب قلال اللي كيديوه، دونك حنا كشباب مفروض علينا انت غادي تحاول تحمل الجيل الصاعد المشعل ديال الشقوري. كنتمنوا لك كل التوفيق ياسر، وكنقترح على المشاهدين وعلى الحضور اللي معنا نديروا وقفه مره اخرى مع الفنان عصام سرحان وعندك بحريه. Mama, 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 mama
اللي خلقتي الجمال وخلقتي كل جميل، اللي جمعت القلوب على الوداد والميل، اللي خلقتي الجمال وخلقتي كل رب، دي من المحبة بين حبايبنا يا بابا، يا رب دي من المحبة بين حبايبنا، علشان نغني سوا ونقول يا ليلي يا ليلي يا ليلي، علشان نغني سوا ونقول يا ليلي حيت أراضينا عم بتنادينا، ريحة أراضينا عم بتنادينا، امشي وطير بينا بلدنا، تمشي في ترابة يا ري، وعندك بحرية يا ري، اسمه شرقية يا ري، عندك بحرية يا ري، اسمه شرقية يا ري، والبحر كويس يا ري، وصل لحبيبي يا ري، ودخلك يا وشي مارد نيراني الهوى قد جاني، دخلك يا وشي مارد نيراني الهوى قد جاني، ودخلك يا وشي مارد نيراني الهوى قد جاني، والفرقة تخطر على بالي يا رب بعد على بالي، بعد على بالي يا 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 ريس. شكرا. عندك بحرية من أجمل أغاني المدرسة الجبلية اللبنانية، وديع الصافي استمتعنا بها بالصوت الطربي الجميل، صوت عصام سرحان، كنت منه له كل التوفيق، وانت منه أيضا، وإحنا أكيدين أنه غادي يضيف يعني يعطي إضافة جميلة للساحة الفنية المغربية. غادي نواصلوا جولتنا الموسيقية وغادي نتوجهوا لسوس هاد المرة مع فنانة سوسية جميلة فاطمة تشتوكت. Hey!
حضور جميل في الخفة في الرشاقة في الألوان والأنغام والأغنية السوسية حاضرة معنا مع فاطمة تشتوكت. مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. مرحبا بك وتاك الخطان. بارك الله فيك. وبعد المناسبة بغيت نشكر المصممة ديالي نعيمة السمون اللي كانت سبب في الإطلالة ديالي اليوم معكم. شكرا. الأغنية السوسية معروفة بالفرجة، معروفة بالرقصات. أنت يا فاطمة كيفاش كتشتغلي على اللوحات اللي كتقدمي؟ بالنسبه للواحد ديالي انا كنغني تقليدي، يعني كنغني الاغاني ديال الرباب وديال لوطار بالالات قدام تقليديه وهذا الشيء اللي خلاني انني نتميز بين البنات اللي خرجوا حتى هما قدي. طيب وبالنسبه يعني ما شاء الله ولا عندك حضور في المغرب خارج المغرب، كيفاش تقدري تلخصي هذا النجاح؟ نقدر نلخصه بالحب ديال الجمهور ديالي، يعني كيساندني بزاف ونيت كان واخا كنغني اغاني قدام باش انا نخرج على برا وسميتو، يعني حاولت انني نجدد دايره جوج ستيلات، يعني واحد ستيل كنخرج به على برا وهذا الستيل هذا كنغني به هنا عندنا في المغرب. يعني كتحاولي ترضي جميع الاذواق. كنحاول ما امكن انني نوصل الثقافه ديالنا واخا نزيد عليها شويه ديال لي زانسترومون جداد وبواحد الطريقه اللي هي غربيه باش يتصنتوا ليها، ولكن كنحاول ما امكن باش نوصلها لهم. الله يعطيك الصحة وحنا كنتمنى لك كل التوفيق. أما اللحظة فغادي نستقبلوا مرة أخرى ياسر عماد وجواد الشعبية، هذه المرة في ديو. مشيت نجيبو لقيتو سهى ومشى لعزيبو، مشيت نجيبو لقيتو سهى ومشى لعزيبو، ونكري سحارة يا العدوة وليتي بكلية، ونكري سلطة الحبيبة ونعملو تيليفون. يا 36 مشينا فرحانين رجعنا كعانين، يا 36 مشينا فرحانين رجعنا كعانين. أبقى صبر بضادي تلاف، بديت نخلف أبقى صبر بضادي تلاف، وأمي متي
جاك النعاس انا مجاني بنيتي يا بنيتي جاك النعاس انا مجاني مول كلشي وجمع كلشي بدا دير الشيا مول كلشي وجمع كلشي بدا دير الشيا وبنتي يا بنتي واش يلاقي لي حبيبي بنتي يا بنتي واش يلاقي لي حبيبي هاد الجمهور اها والعظمة ويلي ويلي والعظمة ويلي والعظمة وناري ناري والضخامة ويلي ويلي والعظمة ويا الشاوي الصلابة ويا اللي في الحليبة ويا الشاوي الصلابة ويا اللي في الحليبة ولا إني ليلة ولا إني سهرة تزم العظمة الأغاني المرتبطة بالتربة المغربية الأصيلة دائما ما كتلقى الإقبال والنجاح. شكرا لكل من ياسر عماد وجواد الشعبية. سي عبد العزيز وحميد انتوما يعني من كيف قلنا من جوج ديال الأجيال مختلفة في اللون الشعبي، واش سهل على الشباب دابا خصوصا يعني شاب اللي بغى يغني وبغى يتميز في اللون الشعبي واش سهل عليه يلقى بلاصتو؟ سي عبد العزيز هو ما كاينش المستحيل، هو كل شيء ممكن. الإنسان إلا كان كيف قلنا مولوع بواحد الحاجة وكان يعطيها أهمية وتكون عزيزة عليه ضروري غادي توصل بها ويوصل تلع المكان. هذا هو اللي نوصيه الشباب تاع ما كاين الأرضية قدامهم، كل شيء قدام. احنا راه ما علمنا حتى واحد، علمنا يدينا بروسه حنا حتى واحد فينا ما كانش عندنا حتى لي كونسيرفاتوار مثلا، ما كانوش عندنا في المغرب. كان واحد وقيله في المدينه كانوا كيقراو فيه الدرداري الشرقيين. حنا الشعبيين شكون اللي علمنا؟ تعلمنا على شيوخ قبل منا، بحال الشعبي كيتعلم من عند مواليه كيف بحال المحضار مع الفقيه. هذا هو اللي وقع لينا وهذا هو الامتياز اللي دينا. ولا جاو عندكم الشباب حميد، الا جا عندك مثلا شي شاب بغى يتعلم غادي تعلمو؟ هذا هو بيت القصيد تماما. الا كان متمكن وكاينه فيه الروح ديال الحرفه وكاين فيه الملامح بانه مستقبليا غادي يكون مزيان، ما فيها باس، ما فيها باس. انا صريح غنوريه ونعلموه. والسي عبد العزيز انا غنكمل الهضره اللي قال، تبارك الله راه خزان وريبيرتوار. يعني انتم مستعدين تعاونوا الشباب؟ هذه حاجه اللي عنده الدم ديال الحرفه، اللي عنده الموهبه واللي قادر. الله يعطيك الصحه. هذا هو الواقع. حميد غادي نديروا معاك اللحظه وقفه اخيره، نستقبلوا مره اخرى على خشبات نغنيوها مغربيه الفنان حميد المرضي.
Yeah.
حميد المرضي، شكرا على حضورك معنا، وشكرا لكل الفنانين اللي لباو دعوة البرنامج وجاو نشطوا معنا وقضوا معنا اوقات ممتعه. وصلنا مشاهدينا لنهايه هذه الحلقه، غادي نشكر الحضور الجميل اللي كان معنا داخل البلاتو. نشكركم انتم مشاهدينا على وفائكم الدائم، نشكر طاقم البرنامج، وما يفوتنيش انني نشكر الفرقه الموسيقيه والمايسترو احمد الشرقاني. الخاتم غادي يكون مع الفنان عبد العزيز الستاتي. إلى أن نلتقي، بسلام عليكم، ودائما غنيوها مغربية. قالوا حي حيكم الشعدو سوى الريالات. ريالات راني مل في الزين وكايباتيني نامنتي لا قالت لك تي انا بغيك يا بغات تخرج عليك يا خويا راح ببنات اليوم ما بقاش يدوم امتي ما بقى وصحاباتها الكذابات راه كون مع العيالات وكون بنادم ما تممتي لا لا تهلاو في العيالات راه العواشر جات نقول لكم الصراحة رجال ذباحة يا مامتي بنامي مقا ولاد فاطمة الزغوي تم البارودة كنت موجودة مهمتي لا لا هي رفقت بززة كات ولي دبز We'll be right back.
خوتو وراني عبدك تنموت يا رامي يا امي انتي يا امي انتي بنت الشبا ما تجي عقرياكي بمها بنت الصقعة ما تجي عاخر بياكي عمها كي على كي كي على كي وكي على كي وكي على كي اللي شتكي يا الشبا اللي شتكي يا السمرة اللي شتكي يا الوين ما مشيت للوالدية اللي شتك يا السمرة مشيت الوالدية صحاب فاقو من القلبة ولاو يعسوا عليا راني بسلاحي ما خابيش عليا الرباح اللي كان لي معاك كل اللي قيا ما تساراو عليك جبال وما شتوك الشهر مية ما تساراو عليك جبال وما شتوك الشهر مية ما تساراو عليك جبال وما شتوك الشهر مية ما شتوك الشهر مية وعليك جبال وما شتوك الشهر مية انا الجرانون واودي اودي لي جامتو القدره يشكي بذنوبهم نادوا لي عايروني قالوا لي فرق الحبيب نادوا لي عايروني قالوا لي فرق الحبيب حلفت انا ما نفرقو غير الا قالها فمو هو ما يقولها شيء وانا ما نديرها شيء ويلا درتها تانا عيب عليا بنت شهبة ما تجي عمري ياكي بمها بنت الصقعة ما تجي عخبرية كي عمها عود القرفة دقني رجليا برم عينك شوف شوف وشو الحشلة في العلات عليا راني مريضة حمت الغيوال فيا وبايتا في جنبي كتشكي عليا ويلي زهرة وسوينية يا ولد بنيتا 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 واللي ما يحب الزين بسوميتا يا حلوة